مشكون المسؤول برس المول المول فرح تبكي وتتشكى أنيس راجع يتكى أسمت برتاجي هكا جاجة تغرب في النوم لون 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 فاميليا لون شين عايش شد تقول زعما شكون المسؤول برس المول المول برس المول المول ما فما حد يفهمني الناس باش تهبلني ولدي ولا كبر مني يا ولا زمان معكوس لون 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 فاميليا لون شين عايش شد تقول دنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول. Je suis toujours fidèle à toi ma gazelle, je t'aime à la folie, le jour et la nuit. Je suis toujours fidèle. شنو هذا عايش ولدي؟ شنو هذا؟ شنو؟ شنو؟ اسو بوا فادي شغل. شي الوقت قاعد يتعدى انت مكشلك بحد شيء. انت احنا كي كنا صغار. يا يا يومي انتوما. انتوما كي كنتوا صغار كنتوا تقراوا على شمعة، انتوما اللي تعرفوا قيمة الوقت. انتوما أكثر عبيد كنتوا فاضيين شغل لأمي. كانت أم كلثوم تغني ساعتين وانتوما ساعة هكا. نبداو تصفقوا. تعرفوا أمي. انتوما اللي عقدتونا. وما تقوليش كيفاش. نذكر كي كنت صغير كنت تقول لي ولدي كي تنحي سنتك اطلع فوق السطح وطيشها وقول يا شمس هاي سنة البهيم اعطيني سنة الغزال سنة البهيم يا عمي هكا عمي انا بهيم اوكي ما بالها باش نقول لك اللي البهيم ماشي للتواليت لا فرانشمون الطفل هذا بدون تعليق الو واش شو كومونس وينك صاحبي صافا اسمعني قاشي عندك يا 20 دينار الو نسمع فيك نسمع فيك اسمع اللغه اللي تعمل فيها كنت نعمل فيها راه قبلكم كوادرنا فينا فق وما عندناش ريزو الو ليه برا انا لا وينكم يا صحابي قول لي وينهم ناسي دنوس شبيك خويا تنفخ علينا كالعفريت بسم الله الرحمن الرحيم طيرت البركه كيما نقولوا من المحل شبيك يا ودي فادت كي فادت فادت وتعب صح مصاب مصاب نسافر يا صاحبي نابولي روما بيروجا الغربه يا معلم سافر يا ودي بلادك بلادك حتى ولو على عود يابس اني انا درت اشتر العالم ونعرف تحيا تونس تونس وحدها انت كي سافرت مشيت تشتر العالم اي نعم مالا تفهم في الجغرافيا شنو نفهم قعدت فيها نهارين قلقت بصراحه روحت ما عجبتنيش تحيا تونس والله ضحكني معيني في ضحك تصدق يا دنوس اش خير من الضحك اسمك تزهزه وتشيخ وتضحك اي نعم ماله قالوا تمشي وتسافر وتحرق اما باش نقول لك حاجه يظهر لي الوجهي هذا مع شطراه جمله عليه ان شاء الله خير استنى استنى ما تقوليش باش تحرق يصلي على النبي قالوا باش نحرق انا نقول لك يا ولدي بلادك بلادك تحيا تونس وانت تقول لي باش نحرق كيما نقولوا لا يا ولدي مولا القهوة باش يبيعها خويا قالك باش يسافر ويبيعها في فوند كوميرس بختف باش يبيع القهوة فوند كوميرس؟ ايه نعم بختف زاد وانت شبيك ما قلتش؟ بالله يقول لي يا رجل الأعمال ناوي تشتريها؟ ايه علاش لا؟ نجم ناخو علاش لا؟ تصور ناخو كافيتيري ما عادش بداو عيطوا لي النوس تنوس تقول لي من بعيد سيانيس مصاب وينك يا جمال كنت نفنف لي اموري هكا وتاخذ لي القهوه نولي نتبحبح في الفليسات وينك يا جمال وينك؟ هاني بحذاك شنو؟ من البطاله ضربك القلق؟ ليه ليه هاني تكتكلها قاعد مبونسي من قبيله مبونسي نخمم من تكتكلها تكتك سيدي متكتك انا والله مش عارف الحلقه الاخرى معك شنو بالضبط سي جمال شنو حوالك كيما نقول؟ انا حربوش اسمع عصر لي اكسبريس على الاخر نحس في روحي باش نفرقط صحيح عندك الحق حتى هو دنوس الله يبارك يا بابا نخمم في امور خدمه انا من قبيله اسمعني اسمعني قبل قل لي اخي تعرفوا الهادي 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 لا عليه باهي شوف باش نحكي معاك راس راس وراجل مقابل راجل فهمني مليح نترزى فرح مرتي
وراس عجاجة. المرة مش نبدل معاك اللغة راو. قال جد جد جدي الاخر واخر واخر ظهر البهيم وفاء. ها وراك كثرت لها بصراحة فريمو كثرت لها. يا بابا شبيه كان سكت راك حجيت تو كنتش نحكي معاك على موضوع مهم. موضوع مهم بالله. ايه يا بابا غزل انت ماك عام 12 تحبني نخدم وانا راني ولد سي جمال العايش اللي يقول لك بانك يجي ومحسوب شيف داجونس باش نخدم اي خدمه هكا بابا. لا كان تعبت ونحطوك فوق الوزير بشوي. ما صاب فوق الوزير بشوي يا ما ركز معايا ركز معايا وحل وذنيك باش نحكي معاك على سوجي نتاع خدمه تو غزل القهوه اش قولك فيها؟ تو يعجبكش هذه هي جيناهاش 100 نماله دخلوا الغار انا نحكي له هكا ويعطي لي هكا. يا بابا فهمني وسع بالك راني نحكي لك على خدمه. الله لا يعطينا ما يغلبنا. باهي قل لي قل لي اش قولك فيها القهوه؟ قهوه باهي ومعتبره وكا علاش نشيخ عليها انا؟ ولي سي بون اش بيا اش بيك تتهز وتنفض؟ باهي اغزل قل لي اش قولك في السيرفيس تاع حربوشه باهي ولا لا؟ حربوشه يتبلع بلعان عنده عصره ما صارتش. القهوه راهي محطوطه للبيع واش قولك كان اخذها وتولي متاعنا؟ عجبكش هذايا تو انا نحكي له هكا ويحكي لي هكا. يا بابا اسمعني وركز معاي ساعة القهوة محطوطة للبيع فوند كوميرس وبسوم معقول وكريه رخيص معناها كان نخذها احنا اول حاجة يولي مصروف ومصروف الدار ومصروف يانا على القهوة صحيح ولا ويولي رونديفواتك وحكايتك الكل باش تقعد تعمل فيهم البر تولي تعملهم هوني فهمتني ولا وكل الحسابات والفاتورات واللي تحب عليه انت الكل عليك انت يا اخوي انا ما نعمل حتى شيء انا عباره صنوع عندك صنوع تقول لي نعمله نعمله ونوعدك نوعدك نوعدك تشوف انيس جديد هكا زعما جمال تو الفكره مش باهي ولو انا نعرفك احرش راهو حتى انا نعرف راي احرش اما خمم فيها السي جمال وي. انا ماذا بيك انت خونتي راهي تصور في فلوس كتراب تعرف تصور في النار كما نقولوا 33,000 ايش قاول باهي الفكره باهي وساعات تصور تفاح ربي يسهل يا سيدي جمال ربي يسهل مع هذا اوفا جو في فوار تلفز غادي خير مح تاك جيت انا ديك فيها ماما نلقاش عندك 50 دينار الجمعة الجاية عندي صورتي مع صاحبتي وما عندي ما نلبس بدا عش بنتي يا منحي الجمعة الجاية حتى نعيشو الغدوة احنا بدا ديفز دوفولاتك خاطر الجمعة الجاية لازمك تعدي فازي يا يعمل الله دون ريفز حتى نعيشو الغدوة باش نعيشو الجمعة الجاية انت خوك كنت طول اللسان هكا هو درج نكمل فيها القضية متاع الدار ما كانش والله يا ريهام كان ملقاكش تريف زعجيجة والله 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 لما نحي الشليكة ها ونلبس بادي باش ندور خيف الدار خلص معاك هذي عاش بنتي شكو جينا اوه ديما في الحوسة شنو اللي تقوى من اللبيب قص قص اسمعني حاجتي بيك راهو تو كنت انا ولدك او خلط علي القهوه ذيك لتحت قال لي باش تبيع فوند كوميرس وهو يحب ياخوها هو افير باهي راهو اما انا خايف من ولدك الفشل هذاك يا ذنوبي من ناحيه افير افير بلس ولدنا ما يلو كان ولدنا ها باش نسيبوه هكا كان تعيشوه و سيد من الفوق كل شيء على عينينا جو بونس كو سي اون بون ايدي مات باهي شوف انا هاو باش نمشي معاها ودبر راسه ما كانش سبتة الميليتير تستنى فيه جمعي مازلت عندي حوسه في الكوجينه كمل انت هذي شنو هذا
فوالا قال لك مساواة. هاو على عينك. اش دازني انا اسبيراتور واحد؟ مش كان خذيت زينوبة بنت عمي في البلاد خير؟ تبي العرام ثلاثة هكتارات تنظفهم بادي. ونهار كون قالوا ديمقراطية. يا رب شبيه ما حبش يفهم إلي أمو ما تحبنيش. عزيزة شبيك مكبوسة؟ صرا هو أنتي نسخيلك ماما تحبني الريفز وأنا معينيش. وشي أنتي ما عبيش تسيبوا الأورديناتور نهار كامل تشاتي يا بي علي جيت؟ أسمعني عايشة وركز معايا بالكدي نحبك تعاوني في مشروع جديد إن شاء الله أخوك باش نحل قهوة. أنتي تحل قهوة؟ تحل فريجيدير تحل سنيس بقريوة أما قهوة صعيب عليك. زيد ما نحكيش معاك أنتي أحلامك محدودة مازلت فرخة صغيرة. باهي اسمعني أنتي بابا ما يسمع كلامك. شفت القهوة اللوطانية تحت البلاص باش تتباع؟ أنا حكيت معاه لتا وما جاوبني. قلت كان نبعثك أنتي تحكي له كلمتين كي حلوين تريقل لي جاوب. باهي اش تحبني نقول له؟ كان تقضي لي قضيتي إلا ما تغوص بالفلوس. هاي هاكا الفلوس تبدا عليك تولي كل نهار تتعدل لي الكافيتيريا نعطيك مصروف نعطيك 20 دنوس. مالك الحكاية في 20 دنوسة؟ خليها عليا. وانا تو نسكت على حكاية يوسف. شو رسوم الحكي؟ بقصد مشتغلين منيح. طبعا نحن رح نعمل دفاعنا حسب الشان بس ايدينا ضعيفة بالنسبة لهم. الشي اللي بده يحكي سعيد كثير بخصوص اذا حكى اي كلمة بيحرقنا. انت لا تتدخل بهالموضوع ابدا. انت اللي خلقت لي هالمشكلة وجبت لي شخص قالي بينوثق فيه. لازم تنتبهوا على هداك الولد ما بينعرف شو بيعمل. عنده شجاعة كبيرة. انا رح شمعية لكن لك فكرة بلا صحتي خلي متجعش علي يا عم. ايه وشو كتبت الصحافة عن مشكلتي؟ ضغطوا علينا الصحافة قدام مديريه صح ليزي حقا بس ما تسربت معلومات مفصلة حول الحادث. كتبوا انه صار معك ما دايش بشو نقول لك انا ما بعرف بس اذا عرفوا ماذا بيا نتهنى عليه هنيس انا وعلى مستقبله. اما مني باش نجيبوا حق الفون كوميرس الفلوس مش مشكل تو ناخذ قرض. شبيك يا خيبلت؟ مثلا كي كملنا قرض نتاع الدار هذي نزيدوا عليها قرض اخر باش ناخذوا حياتنا كامله مدينين. يا بنتي بالعكس كي ماذا بيا انا حياتي كل نقعد نخدم في القروضات. ابون علاش؟ على خاطر كي ناخذ الريتريت البقيه نتاع القرض يسامحوني فيه. تو ما عادش فما مشكل ماذا؟ يا فرحة فهمني شبيك هيك ما عندك سياسة المراحل كي تفر كان بطال فجأة تنو يولي عنده قهوة الفلوس تهبل ما تهبل. أنا تعيش كيفاش أنت عايت له توا وشوف شنو يدور في مخه بالضبط فهمت؟ لو تغني أنا نمشي حضر روحي مش تازني مجازان داكوغا باهي يا أخي. باباتي اهلا 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 عجاجة هاي جي هاي اوبلاش ابلا بابا بالحق الحكي اللي يحكي فيه انيسة تو نشوف بصراحة بابا انيس عمره ما خذي فرصته وهني يقولك بالمستوى متاعي وهذا صعيب باش يلقى خدمة واذا كان ما تعاونوش انتي ما هيش باش تقوم له قائمة. الوقت صعيب بابا واللي تجي فرصة ويفلتها يعدي بقية حياته ندم وانت تعرف أكثر مني. يا بابا على ريهام عجاجة كي تسرحت وليت المحامية متاعه وانت زي الماركانتي الفشل ذاك. يا باهي على خاطرك انت راهو برا عيطلك. يا عيشك يا والله على خاطر هنا عندي فيه شك الطفل هذا باش يولي يفندك فيها الدنيا ويزيد يهبلني اكثر. هذه كابيتال نتاع القهوة على شوية كاس فراولة على شوية كوكتيل بالغليل على عصير شو يا معلم الفلوس كيفاه؟ يا يدخل الكافيتيري توا لازم نعلم في الصحيح نبني دويرة نبني فوق دارنا كيفاش ما بقى. إيه أنا عندنا ابارتومون بلاش باش نبني
نمشي لكده زعما ناخذ كريبه كبريولي كبريولي كوبي يقولوا كوبي كولي نوفو دوسي شباب النوس هيا اطلع فيها وريق عليه شيبي تيجي بالقسم الشيبي وكان زيد تطلع كريم زيدني عليها وريق ابو عشرة شبيك راهي امرت في جبن عايزك عايزك بالرسمي تحكي بيان سور جاي معانا حلوة صاحبك راجل بيه صحيتك هكاك نحبك بيه اسمعني هكا في الكونس متاعك قايد 30 دينار على حساب دانوس تنمدلك فلوسك باهي اطن قايدة صحيت ويلي يا صافي بليزير اموري مشيت صحيحة طول كبريولي كوبي لا يا باك هيك بسروح باهي بابا من غير ما تقولي شيء وش نحاول نطلع واحدة ها ما عرفتش اش باش تقول اي محسوب اسمعني شوف مالك الا ولدي راهو او كتفهمت انا وامك ووافقت شوف ما تجيش للثنيه ماك تعرف عاد ايش استنى فيك سبت الميليتير هكا بابا ما عندك كان رجال بقدره ربي باهي اوكي انا هو باش نمشي باش نخلط انا وامك للمكازان ومن بعد تو نجي ونحكيه واه اوكي سبك الميليتير رد بالك مزكها يا حبيبي صحيح وفيها تلميزيريا يا فشل هكا مش تهبطلكش انا سمعت ها هذا ما كريتش القهوه عملتك ما كريت القهوه واش تعمل طشت على طرب وفلس زيد بابا قلت لك اللي جيل توا ببوش بومصه ما يهنيش جامي جو بارتاج قلت بابا جامي جو بارتاج ما اوسي اوكي يا عجاجه اوكي ما مست اخوك عندك الحق شو ربي سبحانه هو تخلوا المسجلة سكتت هاي هاي رجع سقيه وفيه تلميزيريا تانيس عنده كافيتيريا اربطة لول 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 فاميليا لول سي العايش شاد تقول الدنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول فرح تبكي وتتشكى انيس راجع يتكى اسمت برتاجي هكا جاجة تغرب في النوم لول 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 فاميليا لول شي العايش شد تقول الدنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول فما حد يفهمني الناس باش تهبلني ولدي ولا اكبر مني يا ولا زمان معكوس لول 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 فاميليا لول شن عايش شد تقول دنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول